مرة الفريق الخسران مسيب انه انتو يعني 7 علامات ب10 علامات بس عندكم فرصة انكم تحسنوا علاماتكم. بدي اياكم شوف مين بده يلعب دارتس، مين اكثر حدا بصيب مزبوط. ناجي بحس امين تملط. انا رسمت امين، شو رايك؟ كيفك بالدارتس؟ يلا فينا ثلاثتنا نجرب ولا في شخص واحد؟ لا بس خلينا، انا عندي احساس فيكي بقى بتبدع بالدارتس. امين بديكي تتوجهي حد الدارتس وراكي. اوكي وثلاث احتمالات بعتقد ما رح يوصلوا معنا. ومثل ما شايفي قدامك اللون يلي بتسيبيه بتاخدي، يعني اذا ابيض بتاخدي علامه، اخضر علامتين، ركزي على الاسود قليل واربعه قربي شوي قليل، يعني جربي تسيب الاحمر او الازرق او الاسود. اسود لا اسود لا اسود. يلا قليل يلا اوكي قليل بدنا نشدينا. لا قليل مش تحت تحت ليه؟ ولا خدت اي حاجه خالص. قليل شو شو سبت اخر وحده؟ اسود. هيدا قد ما هشام نقى علي الاسود يعني طلع علامه بس قليل رح تعطي له علامه مش فوق. لا ما واحد اسود. بص بقى يا هشام لو انت كنت لعبت انت ولا هشام لو كنت لعبت انت كان زمانك. انا بدي اقول شغله انه هشام ننسي ما بعرف مستقصدنا وعم ياثر علينا سلبا. يعني هلا في مؤامره ضدنا هشام طبطب العين. هشام عم بيقدر لهلا يسيطر على اللعبة، يعني عم بكب مثل ما بس نحن ما بنستسلم وبعده الجيم ماشي وبعد الحلقة والعامل بس في ضيعتونا. طب قول لي بس في امل لسه ولا لسه خلاص؟ لسه في حاجات كتيره بعد الحلقه. مشاهدينا هلا خلينا نفوت بريك وبنرجع.